السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا طبعا يا جماعة في كافيه الحصن، والحصن ده بيني وبينه 10 سنين. فطبعا النهاردة دعاني صديقي العزيز علي طه، وكنت سعيد إن أنا أقابل يعني كل الناس حبايبي، الحاج عبده ومعايا الكابتن وائل السنوسي، وكمان قابلت طه أحمد طه ومحمد علي طه وكل الناس هنا 10 سنين. أنا قعدت 10 سنين من عمري أجي هنا صلاة المغرب، أصلي المغرب والعشاء وأقعد الساعة 3، أصلي الفجر وأمشي. هنا كانت تدار كرة القدم المصرية. يعني يا ريت بس علاء كده لو عمل جولة، بس أوريكم يا جماعة الحصن بعد التطوير. وعلي صديقي أهو هنتكلم معاه بعد شوية، بس يعني عايزكم بس تبصوا كده الدنيا بقت إزاي، لأن هنا يعني التاريخ مهم جدا. تاريخ مصر الحديث كان بعيد شعبي للصوت يعلو، تاريخ مهم جدا من تاريخ مصر الحديث وكرة القدم. فطبعا اشتقت للحصن وقلت اتفرج النهاردة على المباراتين بتوع الدور قبل النهائي. ولسه كنت انا في الاستوديو في قناة الشمس معاكم يوم الاربعاء والخميس والجمعة، وتوقعاتي كلها صح. قلت نيجيريا، الكونغو، كوت ديفوار، جنوب افريقيا. فالحمد لله هنا النهارده يمكن الحزن شايفين الشاشات وبنتفرج، والناس كانت بتتفرج، والحمد لله يعني الاجواء حلوه جدا هنا. عارفين بعد الماتشات الناس بتمشي، يعني الناس استمتعت بالماتش. ولكن عايز اقول لكم على حاجه بمناسبه ان انا في الحزن هنا، بالنسبه للاهلاويه اتسوبل بكل بقولاته كان هنا، شوى كباب واكل كباب وكفته لما قال يا بس، ويعني كان يفوز على الزمالك يجي يحتفل في الحصن. على الرغم من الحصن ده يعني اهلاويه وزملكاويه يشهدوا انه جزء من تاريخ كره القدم المصريه. يعني اتمنى انكم تزوروا الحصن في المهندسين شارع احمد عرابي. يعني مش محتاج تعرف فين، انت تيجي شارع احمد عرابي تسال عن الحصن، الناس هتقول لك الحصن علامة مميزة في شارع أحمد عرابي في المهندسين. خلينا نتكلم بقى عن الماتش. يعني بصوا يا جماعة، من جد وجد، أنا كنت بكلمكم على إن إحنا خدنا 11 مليون دولار من الاتحاد الدولي عشان نعمل تطوير في كرة القدم المصرية. عملنا 0. كاب فيردي اللي هي اتغلبت النهاردة من جنوب أفريقيا وأبهرتنا، واخد 10 مليون دولار في مشروع التطوير. الفرق انه هناك ناس اخلصت، عملت بنية اساسية، عملت ملاعب. احنا مش عارفين اي حاجة عملناها غير مشروع الهدف. يعني النهاردة انا اللي توقعت جنوب افريقيا وسعيد ان توقعي حصل، زعلان على خروج الراس الاخضر، يعني زعلان جدا. يعني شوف مستوى حارس المرمى، شوف خط الدفاع، شوف خط الوسط، شوف الهجوم، شوف الاحتياطي، شوف المدير الفني ب 4000 يورو ونص. شوف الدنيا احنا فين والناس دي فين. حارس مرمى سان داونز اللي صد 4 ركلات جزاء، الراجل عارف رايح فين. تنانية 4 حلقات يا ناس، بقول لكم نفسي اعرف ابو جابر راح يمين ليه؟ راح يمين ال5 ضربات وشات يمين، يعني راح يمين وشات يمين. والمفاجأة إن مدرب الحراس بتاعه في الورقة وعلى إزازة المية كاتب له شمال، راح يمين ليه؟ الشيخ قال له روح يمين. أنا بقول لك علنا يا بكر، إحنا شغالين ناس كفتجية، إحنا خلاص تأخرنا وبقينا في زين أفريقيا من زين الأمم. الرئيس لما التقاهم قال لهم إيه؟ قال لهم الإخلاص والالتزام. لا كان عندهم إخلاص ولا كان عندهم التزام. فالنهارده جنوب افريقيا بيفوز ويصعد للدور قبل النهائي. كوت ديفوار اللي جايه من بير السلم، الناس تقول لك انتوا قاسيين على اتحاد كرة. الراجل بتاع كوت ديفوار اتضرب، المدير الفني خد علقه موته مشوه واتكسر الاتوبيس. جمال بن ماضي اللي صانع تاريخ وراح كاس عالم واخد امم افريقيا اتضرب، والناس هجمت على الاوتيل في كوت ديفوار. احنا في قمه الادب والاحترام.
النهارده بس عايزكم تتفرجوا ماتش 0-0، واحده من احلى مباريات البطوله. يا جماعه كان كوت ديفوار كان صعد فيه الصغار على حساب الكبار، وان كان يعني كوت ديفوار وجنوب افريقيا في الدور قبل النهائي كبار ونيجيريا، ولم يتبقى من الصغار الا فريق واحد هو الكونغو اللي غلبنا. ولكن عايز اقول لك ان الناس تطورت كثيرا. النهارده انت شوف نفسك، احنا بص بعد ساعات مستنيين فرج ربنا بقى في 5 شارع الجبلايه، هيمشوا فيتوريا ولا مش عارف ايه. ولكن خد سبق مني عشان نخلص، فيتوريا وجهازه الفني مشى خلاص، اتفقوا على الفلوس والشرط الجزائي وفيتوريا مشى. الاتحاد المصري لكره القدم يتحدث الان مع رينارد وفلوسه كتيره جدا، احتمال يبقى بعيد، ولكن هناك تصور كامل ان كروش يرجع. يعني مفيش مدرب وطني، انسى، لا في حسام حسن ولا غير حسام حسن، فكره مستبعده، الاقرب كروش. لكن انا بقول لك اهو حصريا فيتوريا خارج مصر. بعد ساعات الاتحاد المصري سيعلن بعد اجتماعه الاستغناء او رحيل فيتوريا وكل جهازه الفني، بما فيهم طبعا محمد غرابة اللي انا زعلان انه مشي، لاني زعلان انه جه. انا مش نفسي اعرف محمد بيه غرابة جاي ليه، يعني محمد بيه غرابة ده مدير المنتخب، يقول لك اتصلوا بيه يقولوا لي يا عبد الناصر ما فيش مدير منتخب، ده اداري بعد وائل جمعه على غنى المنصب. طيب جايبوا الكابتن حازم امام كان صاحبه وبيدير المنتخب، كم بياخد؟ 50,000 جنيه، ايا كان المبلغ اي كلام على فكره، يعني ال 50,000 جنيه دلوقتي بيت اي كلام. ولكن بس اتفرجوا يا جماعه وشوفوا احنا وصلنا فين والنادي فين. كل الناس هنا وانا قاعد في الحصن مشدوده على مباراه جنوب افريقيا والراس الاخضر، الناس مستفزه. وانا بس علي يا ريت تيجي بس على الخضر، اكتر واحد مستفز قال لك انا مستفز جدا من الراس الاخضر، ولما اتغلب اتزعل، لان الناس بتزعل على المجتهد. علي طه صديقي العزيز طبعا، ربنا يخليك علي طه طبعا صديقي وعشر السنين، والحاج محمد والحاج احمد يعني اصحاب هذا المكان طبعا التاريخي طبعا، منورنا وشرفنا. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ ناصر، انت اللي نورتنا النهارده وشرفتنا، وكان لك وقت كبير كده كان نفسنا نشوفك. انا سعيد والله. الله يخليك، ازيك يا استاذ ناصر. طبعا قبل ما اكلمك كده عن المكان والتجديد اللي بيتواكب مع اللي عملته الدوله في المنطقه والمنطقه بقت حاجه تفرح، يعني قول لي بقى، يعني ما زال الحصن وعبق التاريخ. وانا بقول الكابتن حسن شحاته كان يقعد هنا يلعب طاوله طول اليوم، وهنا مش عارف مين، وتسوبل كان يشوي في الحته دي، تسوبل واستاذ جمال العاصي ومصر كلها، نجوم مصر في الكوره، كابتن شوي وكابتن حماده وكابتن احمد سليمان طبعا، جهاز المنتخب الجميل 2006 و8 و10 واحتفلنا مع كل بطوله، كنا بنعمل حفله هنا كل بطوله. كان كنا بنجيب الجهاز وبنجيب اللعيبه وبنحتفل بيهم، كان نفسنا السنه دي ان احنا نفرح، بس للاسف هو ظهر بعد الكابتن حسن شحاته ما بقاش في كوره طبعا. خلي بالك هو الرئيس قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا القوه الناعمه بتاعتنا، يعني بص انت النهارده المكان الناس اتفرجت ومشيت، لو منتخب مصر كانت الناس هتقعد وتحتفل. لو منتخب مصر ما كانش في عندنا مكان. صح، بنلعب كل مكان كنت لكن للاسف هم خذلونا، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن، نتمنى كده. هو ده عايزين نفرح، بقالنا كتير ما فرحناش قوي بالمنتخب بتاعنا، يعني بقالنا زمن بنفرح بالاهلي، الزمالك كل فين، لكن نفسنا طبعا الاساس هو منتخب مصر، نفسنا نفرح، دي بتبقى الفرحه الاكبر. صح. يعني كمان شوف بنتفرج على المباراه، نادرا لما كنت نتفرج على جنوب افريقيا والراس الاخضر، ولا حد مش ده مصر مش طرف، والناس تتشد وتتفرج بالشكل ده. طبعا البطوله جميله والفرق، بس الكره اتغيرت اصلا في مصر. الكره دلوقتي بقت قوه وسرعه اكتر من المهارات، احنا بنعتمد اكتر على المهارات للاسف يعني. بس بقى مدرب كفتاج يختار بالواسطه. لا هو عاند مع ياسر ابراهيم، يعني ياسر ابراهيم ده يلعب من اول ماتش. صح. علشان هو ما اخدوش في القايمه، فضل معاند على حساب الشعب المصري. وياخد الشناوي مصاب لم يكتمل، واحمد الشناوي مصاب، يعني اول مره اشوف. هو فتوح برضه بيعاني من اصابه، وبعيد، ومحمد صبحي بعيد، عواد يستحق مش موجود، وجبل. طب انت كنت بتلعب محمد صبحي الماتش اللي هو
الودي بتلعبه هو على اساس ان هو تاني واحد، بتلعبه على اساس ايه؟ ما هو كان وحش حتى في الماتش الودي اصلا، حتى في ايوه طيب، لكن هو ده اللي حارس التاني مثلا ابو جبل ما اعرفش في ايه ما بينه وما بين الزاويه اليمين. صح. طب نوع ده، انت لو وقفت في كوره واحده في نص الجول، لو وقفت في كوره واحده هتصد يعني مرتين ثلاثه، هتصد لك كورتين ثلاثه، كور كلها في نص الجول وكور كلها في الشمال، ما جالوش حد. الفرقه الثانيه عارفه وهو واقف ثابت على رجله اليمين ان هو رايح على الناحيه اليمين. صح. فنتمنى كده نفرح بقى ان شاء الله. قول لي بقى بالنسبه للحسن مازن، 24 ساعه 24 ساعه زي ما انتم زي ما احنا والمنيو اللي انت طبعا حافظه اكتر مني، افضل اكل شرقي ممكن تاكله في حياتك. حتى النهارده نفسي في الريش دي خلصت، قلت له عاجلك بدري بقى. الريش معلش كانت لا، هنا المكان مشهور باللحوم لان اللحمه هنا مضمونه جدا، والشيف 10 على 10، والبيتزات والشرقي والغربي هنا يا جماعه على ضمانتي يعني صراحه. احنا شرف لينا ان انت بتزورنا. ربنا يخليك. 20 سنين انا متربي هنا. طبعا مكانك انت طبعا، مكانك احنا كنا بننام ال 24 سنة كنا قاعدين مع بعض. صح. 24 ساعة ما بنفارقش بعض يعني. صح. غير على النوم. صح، دي حقيقة. ربنا يديم المحبة. وأحلى أيام العمر. طبعا. أحلى أيام العمر. أحلى أيام العمر. طبعا في كل حاجة، حتى في الأسعار. كل حاجة. والله. كل حاجة، والله الأسعار غليت دلوقتي ما يعني. ما يأثر على الكل. يعني زمان أحسن من دلوقتي 100,000 مرة. طبعا. حتى اللي بتكسبه دلوقتي أحسن زمان أحسن منه. طبعا. بمراحل بس. الحمد لله ربنا يصلح حال مصر ان شاء الله وباذن الله. الحمد لله. نبقى احسن دوله في العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عموما يا جماعه بدعيكم بجد، يعني ماتشات الكوره بالذات في الحصن لها رونق مختلف، عبق مهم جدا كروي، وكنا من زمان لازم نتجمع على الماتشات في الحصن. فربنا سبحانه وتعالى دايما يجمعنا على خير، وسعيد بيكم والتقيكم على خير. الحصن في احمد عرابي. هتسأل عنوان مهم جدا، والفترة اللي جاية هتلاقونا موجودين بكثافة هنا ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا، وشكرا لعلي، وشكرا لعلاء وكل الناس في الحصن، يعني كلهم يعني علاء ده اللي بيصور يا جماعة كان لسه بيدور على مستقبله، دلوقتي معاه 5 عيال مثلا ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله. وعم محمد والناس كلهم بصراحة يعني 10 سنين بجد يعني. ربنا يخليك، التقيكم على خير. السلام عليكم. شكرا.